هلا رح نبلش نحن بالشغل القريدس. اوكي، هاي الاكله الاساسيه تبعنا. بنحط طنجره على النار، بنزيد درجه حراره. انا كثير بيعجبني صراحه الروبيان، بس لو حد جهزولي طيب وحطولي طيب، بس انا اطفل وحدي لا. لا لازم تتعلمي كيف تطبخي الروبيان. هلا حطينا الثوم وحطينا البصل والزيت. نعم، والزيت. هلا شو بنحط؟ بنحط الملح، شوي ملح، بنزيدها فوق ال اوكي عشان ياخذ الصوص. هلا بنقليها مشان تاخذ طعمه الثوم. الريحه